الدرس الأول في برنامج أدوب أوديشن سي سي 2015. إن شاء الله حنتعرف في هذا الدرس على بعض خيارات تحرير مقطع صوتي بشكل كامل. تعرفنا في الدرس السابق على واجهة البرنامج، وإحنا لحتى الآن الواجهة اللي حنستخدمها هي واجهة الويف فورم، اللي من خلالها أنا بأحرر مقطع صوتي واحد أو من خلالها بأسجل مقطع صوتي وبعدك ممكن أحرره. الورك سبيس تبعتنا هي الواجهة حتكون الديفولت اللي ممكن أنا أستخدمها في المثال تبعنا في الدرس هذا. طبعا في شغلة مهمة، لازم قبل ما أبدأ أشتغل لازم أعرف اللي هي جهاز الإدخال وجهاز الإخراج. طبعا جهاز الإدخال نستخدمه للمايك عشان أسجل الصوت في الفويس أوفر، أو جهاز الإخراج أنا بستخدمه عشان أطلع الصوت عندي للسبيكرز. فبروح على إديت بريفرنسز، في عنا خيار أوديو هاردوير من خلاله أنا جهاز الإدخال ملاحظين في عنا أكتر من جهاز، ممكن يكون مايك داخلي في اللابتوب ومايك أنا شابكه في الهيدفون، أو ممكن يكون أكتر من جهاز. فأنا بستخدم الجهاز ببدأ استخدمه في عملية تسجيل الصوت. الأوتبوت هو عبارة عن مخرج الصوت اللي أنا بطلع الصوت من خلاله، ممكن أكون شابك أكتر من جهاز للإخراج، فأستخدم الجهاز اللي أنا معني فيه إنه أخرج الصوت. طبعا عملية تعريف أجهزة الإدخال والإخراج عملية مهمة، لأن أنا ممكن أشبك المايك لكن ما يكونش متعرف عليه البرنامج، فما يطلعش عندي تسجيل، أو يطلع تسجيل من جهاز تاني ما يعطيش النتيجة المطلوبة، ونفس الشيء في جهاز الإخراج. طبعا حاروح على الميديا براوزر، التاب الموجود عندي في الشاشة هذه، التاب هذه أو الشاشة موجودة عندي ميديا براوزر، ممكن من خلالها أستعرض الملفات الموجودة عندي، ملفات الصوت قال ما أنا أضيفها في المشروع. ملاحظين أن أنا ممكن أفتح المجلد في أي مكان، سواء كان في الشجرة تبعت الدرايفرز والمجلدات، أو من خلال اختيار أي مجلد أنا بدي إياه. دعوة عامة يدعو، منلاحظ أنه بمجرد ما أنا ضغطت كليك على المقطع عمل لي معاينة، لأنه مفعل عندي الخيار المعاينة مفعل أوتو بلاي، فأنا ممكن أنا أعطله. لاحظت لو ضغطت كليك عليه ما بيعملش معاينة، لكن لو فعلت الخيار هذا في الوقت الذي بمجرد ما أضغط كليك على أي مقطع صوتي بيعمل له أوتو بلاي أو معاينة بشكل كامل. هنستخدم دعوة الملف عامة الإعلام مع تشويش، هضيفه في البداية على الفايلز اللي عندي، هي عبارة عن المكتبة من خلالها أنا بدي أضيف أي مقطع. طبعا ممكن أضيفه من هنا أو أفتحه من برا وأسحبه، أو إمبورت أحطه في الشاشة هذه. طبعا أي ملف أنا بدي أستخدمه في المشروع تبعي هحطه على الشاشة هذه قبل ما أضيفه في المشروع عشان بعد هيك أستخدمه. طبعا لأنه أنا معني في شاشة الويف فورم هأضغط دبل كليك عليه عشان أعمل عملية تحرير. ممكن أعمل بلاي، ملاحظين إنه البلاي هيد عندي مؤشر التشغيل، ممكن أنا أحركه في أي مكان، ممكن يكون في البداية في الهوم أو في الإند أو في أي مكان، ممكن أنا أحط المؤشر. لحضور ورشة عمل، عمليات التحرير الموجودة في مقاطع الصوت عمليات متعددة، الهدف منها هو عبارة عن تعديل مقطع الصوت وأنه أطلعه على جهاز الإخراج بشكل صافي بشكل نقي دون وجود أخطاء. ممكن اختصار اللي هو في الكيبورد البلس أو الزائد بيعمل تكبير للموجة أو الويف فورم، الماينس بيعمل تصغير بالشكل هذا، طبعا دون ما يأثر على الموجة لكن هي عملية معينة. نلاحظ في عنا الشريط اللي في الأعلى هو عبارة عن المكان اللي بالأزرق، هذا هو عبارة عن المكان اللي أنا شايفه في الفيو تبعتي، اللي قبل طبعا مش حيكون مبين واللي بعد مش مبين،
ممكن أنا أعمل زوم إن أو زوم أوت من الشريط الموجود فوق أيضا بالشكل هذا. بنلاحظ إنه أنا شايف الآن جزء من الموجة المظلل باللون الأزرق، وباقي الأجزاء هذه مش مبينة عندي، لكن ممكن أنا أسحب بعد هيك أشوف باقي الأجزاء، أو أعمل زوم إن زوم أوت بحيث إنه أقدر أشوف كل الأجزاء، أو أعمل فيت إنه أشوف كل المقطع الصوتي في شاشة الفيو الموجودة عندي في الأسفل. لو شغلت مقطع الصوت من خلال زر سبيس بار في الكيبورد أو من خلال زر بلاي بعنوان مبادئ تجارة العملات في الأسواق العالمية وذلك الساعة الثانية مساء، بنلاحظ في شريط الليفلز بيعطيني مستويات الصوت حسب شدة الموجة الموجودة في موجة الصوت في الويف فورم. يعني بعض المقاطع ممكن تكون مستوى الصوت فيها متدني، وبعضها ممكن يكون مستوى الصوت فيها عالي. ممكن بشكل عام أنا أطلع على الويف فورم من خلال أقدر أميز مستويات الصوت الموجودة. الوضع الافتراضي والطبيعي لصوت الإنسان إنه يكون من ناقص ستة، من ناقص 12 لناقص 6، هذا الرينج الطبيعي لصوت الإنسان. لكن لو أنا كان عندي القيمة أقل من ناقص 12 بلزم عملية أمبليفاي أو تعديل لشدة الصوت، ولو كان أكثر من ناقص 6 بلزم أنه أوطي مستوى الصوت. ممكن أنا أحرر جزء من الموجة دبل كليك بالشكل هذا، أنا حددت كل فيو اللي موجودة عندي في مقطع الصوت. ملاحظين أنه باللون الأبيض تلون جزء من الويف فورم لأنه أنا ضغط دبل كليك، لكن لو أنا ضغط كنترول A بلاحظ أنه بحدد كل الموجة. ملاحظين لو صغرت أو كبرت بشوف أنا كل الموجة خلال الويل العجل أو من خلال بلس وماينس، لكن لو أنا كنت مكبر بالشكل هذا ضغط دبل كليك وصغرت بلاحظ أنه في أجزاء ما تحددش. لو أنا حددت جزء من الموجة بالشكل هذا عشان أوطي أو أعلي مستوى الصوت، ممكن أنا أستخدم الويل الموجودة هنا العجلة إنه أنقص قيمة أو شدة الصوت أو أعليها بالشكل هذا. أعمل بريفيو معينة، لحضور ورشة عمل بعنوان، لاحظين إنه صار مستوى الصوت عالي كتير. كنترول زد تراجع، ممكن العكس أوطي مستوى الصوت. لحضور ورشة عمل بعنوان مبادئ، نلاحظ انه مستوى الصوت صار متدني بشكل كبير. طبعا انا حددت جزء من المقطع الصوتي، ممكن احدد كل الاجزاء كنترول A للويف فورم او دبل كليك احدد الفيو. بنلاحظ ايضا انه المقطع الصوتي الموجود عندي بتكون من قناتين، قناة في الليفت وقناة في الرايت، هذا بنسميه صوت ستيريو. ممكن أنا أحول من ستيريو لمونو بحيث إنه يكون قناة واحدة من خلال Edit Convert Sample Type، أحدد أنا الشانل المونو تحول لمونو بصير قناة واحدة، أو العكس من Edit Convert Sample Type أحوله لستيريو مع بعض الإعدادات الموجودة زي جودة الصوت Sample Rate والبيت ديبت ممكن اتحكم فيها. دعوة عامة، ممكن اخذ مقطع تاني هذه النصرة ولك. ملاحظين انه مقطع الصوت هذا مونو، روح على edit convert sample type حول الستيريو. اوكي، صير عندي قناتين بدل ما كان قناة واحدة. عملنا بلاي، البلاي هيد حطيته في مكان معين. كان لابد من ان تنتصر له امته. ملاحظين انه في عنا في خطا في الكلام. هاخذ الجزء اللي فيه عنده مشكله. هاخذ هذا الجزء المكرر اللي فيه مشكله، ديليت. للسب والشتم كان لابد من أن تنتصر بالشكل هذا. ممكن أجي هيك أنا حددت جزء من الموجة المقطع الصوتي، وبزر ديليت في الكيبورد ضغطت
هدفناه من كل المقطع الصوتي. ملاحظين انه السكت هنا الموجود عندنا في بعض الموجات البسيطة، فممكن انا احولها لانها تكون قيمتها زيرو، بحيث انه ما يكونش عندي تشويش. ممكن انا اوطي مستوى الصوت بالشكل هذا، او اروح على effects اقول له silence يحول لي اياها لسكت، بدل ما كان فيها تشويش هلاحظ انه فيش اي تشويش هنا. في بداية المقطع في عنا الرمز هذا اللي هو مربع شكل مثلثين، ممكن من خلاله أعمل فيد إن بحيث إنه الصوت يعلى بشكل تدريجي. في نهاية المقطع أيضا في عندي فيد أوت بحيث إنه ينتهي أو يقل مستوى الصوت بشكل تدريجي. نلاحظ لو أنا شغلت في الوقت الذي نلاحظ إنه مستوى الصوت طبيعي، لكن لو حطيت فيد إن بالشكل هذا بلاحظ انه موجة الصوت تصغر، وعندي مستوى الصوت في الوقت الذي يتعرض فيه بيعلى بشكل تدريجي. طبعا التأثيرات اللي بتصير عندي في شاشة الويف فورم بتأثر مباشرة على الموجة، يعني ما بقدرش اتراجع عنها لو حفظت وسكرت البرنامج، لانه التعديل بيصير بشكل حقيقي على الموجة. كنترول زد بعمل تراجع، ماينس بعمل تصغير للموجة. طبعا أي مشكلة عندي موجودة في مقاطع الصوت ممكن أنا أحدد الجزئية اللي ما بديش إياها وأقول له ديليت، أو أحدد على سبيل المثال الجزئية هذه أعمل ريبلي لوب يظل يكرر. جمعية الفاروق سبيل المثال الجزئية كنترول سي أعملها نسخ، وأجي بعد نهاية المقطع هذا أحط البلاي هيد هنا. طبعا هيك حددت أنا جزء، ارفع التحديد احطها هنا كنترول في لصق، واجي هنا برضو لص كنترول في لصق. هيك حلاحظ انه كررت الجزئية هذه 3 مرات. جمعية الفروق في ممكن احدد جزء من الموجة هذه، التكرار الثاني على سبيل المثال، واضيف له تأثير effect. ممكن أضيف أي تأثير على سبيل المثال modulation flanger، أختار oral. طبعا التأثير بأثر على الجزء المحدد فقط اللي هو عندنا باللون الأبيض. ممكن أتحكم في خصائص التأثير، ممكن أعمل معاينة قبل ما أطبق التأثير. جمعية الفروق أو ممكن أختار من هنا أي بريست جاهزة، قلت له أبلاي. هلاحظ أنه المقطع الأول من الكلمة هذه زي ما هو والثاني زي ما هو، لكن الجزء هذا صار في شكل موجة تغير. جمعية الفروق